السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملاً بهذه الآية الكريمة لنستمع أيها الإخوة الأفاضل إلى آيات من كتاب الله جل وعلا ونتدبر ما فيها. قال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً، إلى أن قال سبحانه: إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً. قوله تعالى: متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء على الأرائك هو الجلوس مع الراحة والطمأنينة والسعادة، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس. لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً، أي لا يزعجهم حر شديد ولا برد شديد، بل هم في مزاج معتدل، لا يبغون عن هذه حولا، أي تغيراً أو انتقالاً من هذه الجنة. كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، بنفس في الصيف وبنفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من البرد والزمهرير من جهنم، وأشد ما تجدون من الحر والحرورة من نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. قوله تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي هي قريبة، أغصانها وما فيها من ثمار قريبة جدا، كما قال جل وعلا: وجن الجنتين دان، وكما قال تعالى: قطوفها دانية. قال مجاهد: إن المؤمن إذا أراد الثمرة من هذه الشجرة التي في الجنة فإن كان قائماً ارتفعت معه، وإن كان جالساً نزلت أو قربت إليه. قوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، أي هذه الأواني التي تقدم فيها الأطعمة هي من فضة، والأكواب هي الكيزان التي ليس فيها عرى ولا خراطيم. قال ابن عباس عن هذه الأواني: بياض الفضة في صفاء الزجاج. وهذه القوارير من مميزاتها أنها شفافة، يرى داخلها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قال المفسرون: معنى قدروها تقديرا أي على مقدار ريهم، فلا يزاد لهم في هذا الشراب حتى لا يؤذيهم ولا ينقص لهم، بل هو محسوب على قدر شربهم، وهذا زيادة في الاعتناء والشرف والكرامة لأهل الجنة. قوله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الكأس المراد به الخمر، وهذا كما قال المفسرون بالنسبة للأبرار يخلط لهم من الكافور الذي هو بارد مع الزنجبيل الذي هو حر، أما المقربون فإنهم يشربون منه صرفا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال قتادة: عينا فيها تسمى سلسبيلا اسم للعين
التي يشرب منها المقربون صرفا، وتمزج للسائر أهل الجنة. قيل أو لماذا سميت بالسلسبيل؟ قيل لسهولة سريانها وحدة جريانها، وقيل لسهولتها أو لسهولة مرورها في الحلق، فهي لذيذة ومستساغة. قال ابن جرير: والصحيح أنه يعم ذلك، ووافقه كذلك ابن كثير رحمه الله على أن المعنى يشمل ذلك كله. قوله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الصغار، الأطفال الصغار، لا تتغير أو لا تزيد أعمارهم، وهم خدم أهل الجنة، يقومون بخدمة أسيادهم من أهل الجنة. فلو رأيتهم وهم منتشرون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وذلك لصباحة وجوههم وكثرتهم وحسن ألوانهم كاللؤلؤ الذي ينشر في المكان الحسن. فليس هناك أبلغ من هذا التشبيه من رب العالمين سبحانه. قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أي إذا رأيت يا نبي الله هذا النعيم الذي هم فيه أهل الجنة، وهذا الملك والسلطان الكبير، رأيت شيئا عظيما. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، والميل كما قال الشراح كيلو نصف تقريبا، 60 ميلا أي ما يقارب من 90 كيلو في السماء، طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون أي زوجات، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، وذلك لارتفاعها وسعتها. قال سفيان الثوري: بلغنا أن الملك الكبير تسليم الملائكة على أهل الجنة. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. روى مسلم في صحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأل موسى ربه فقال: ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. قال له ربه عز وجل: أدنى أهل الجنة منزلة من يدخل الجنة بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقال: أدخل الجنة ولك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله ومثله ومثله، حتى في الخامسة قال: رضيت ربي. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله معه، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال: يا رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قوله تعالى: عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عليهم ثياب سندس خضر أي أنهم يلبسون ما غلظ من الحرير وكالقمصان ونحوها، والاستبرق ما فيه بريق ولمعان وهو ما خف من الحرير. الأول الاستبرق، وحل عليهم ثياب السندس، السندس مما يلي أبدانهم، والاستبرق مما يلي الثياب الظاهرة. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، وهذا للذكور والإناث. هذا بالنسبة للأبرار. أما المقربون فإنهم يلبسون الذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا،
أي طهرهم من من الحسد والحقد والغل وسائر أصناف الأذى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن المؤمنين إذا توجهوا إلى الجنة مروا على شجرة لها ساقان أو لها ساق وفيها عينان تجريان، أما الأولى فيشربون منها فتجري بهم أو تجري فيهم نظرة النعيم فتغير أبشارهم وأشعارهم ويزدادون حسناً وجمالاً، وأما الأخرى فيشربون منها فتخرج ما في بطونهم من أذى. وقال النخعي وأبو قلابة: إذا أكلوا وشربوا إنما هو رشح من المسك يكون في أجسادهم أو عرق كالمسك يخرج من أجسادهم. وقد ورد ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعطى قوة 100 رجل في الجنة في الأكل والشرب والجماع والشهوة، فقال رجل من اليهود: يا محمد، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. قوله تعالى: إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً، أي بما عملتموه من أعمال صالحة في الدنيا، كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية، وكما قال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الشاعر: فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.